تأخرتوا. شو هالمفاجأة الحلوة؟ وين مكان الحفر؟ هون بدنا نحفر؟ أنت لقيت كرتونة؟ إيه أنا لقيت كرتونة. في مشكلة؟ بس حدد مكان. أنا بقول وين تحفر. أنا عندي نظرة بالناس ما بتخيب. طول عمرك بتمثل علي القيم والأخلاق. بالأخير طلعت صبي، أنت مهرب. مو المفروض منك أنت كرجل أمن تحمي هذا المكان مني ومن أمثالي؟ تمام بي. هنا موقع دفين، عمق متر ونص. هلا بيني ومعك على الجهاز. هذا المكان فاضي ما في شيء. انت خراس، شغله ما بتفهم فيها. كيف ما بيفهم فيها؟ ليش مو هي شغلته؟ او اسمعوا حق، ما بيدفنوا كنز على عمق متر ونص. انتوا عم تدوروا بمكان غلط. ما في مشكله، أنا هلأ بمسح أرض بجهاز. أنتوا شغلتكم تحفروا بس، تركوا الباقي لأهل الاختصاص. في 100 سبب يخليني أنفصل عنه. فكرتي منيح بهالقرار؟ فكرت وتأخرت، كان لازم ننفصل من زمان. وهو موافق؟ ما سألته، رح أرفع دعوة عليه. طلقوا بهدوء بدون شوشرة، عيشي حياتك بدون ما تفكري بالانتقام. ما رح ارتاح لدفع ثمن الأيام السودة اللي عيشتني إياها. معقولة عم يعمل هالشي مشان الأولاد؟ إيه، من وقت عرضت عليه أنه ننفصل بس هو ما رضي. قلت له تجوز وتركني بس رفض، مشان مصالحه مع بابا، بحجة انه بيموت فيني وبيحبني. بس طلع ندل وانا بدي احرقه. ومين اللي مزعله لنورمان؟ مين بيقدر يزعله غير تمام؟ اوف 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 اوف، وشو اللي عمله؟ ليش في شي ما عمله؟ يعني انت كمان ما بيجوز تعملي له اختبارات بحسن السلوك؟ بابا وثق فيه ودخله بيتنا على اساس معرفتكم وصداقتكم. بس ابن اخوك طلع خاين الود وندل. انت متأكدة انه عم يخونك ولا مجرد شك؟ تمام فكر حاله كبر كتير وما عاد سائل عن حدا، عم يشتغل على راحته. اخي مرهف، صحيح هو أكبر واحد فينا، بس لازم يكون في حدا يقول له شو يعمل. وابنه كمان، بس ليطلع عن الطريق لازم واحد يقول له أو يرجعه على المسار. بابا، نورما طالب الطلاق. أعتقد أنه بكير على الحكي. نحن لازم نعطي فرصة بعد فرقة إذن طبعاً. يا خانم خلينا نطلع ننتظر فوق، هاي الشباب هون. تمام. يا
كيف يقبر من اللي خلقتني؟ والله قلبي كان شعلان نار عليك زهير. حلان ما بدي اخسر بنتي. ايه وانا هيك كنت عفكر، بس حضرت لك مفاجأة رح تسر قلبك. شلون يعني انت هيك عم تفكر؟ هاي العقد صار باسمك، بس اوعك تورجي لك نانا، خليها مفاجأة. شلون العقد صار باسمي ونحن لسه ما سددنا كامل حق العقار؟ ولو انا ابو الزوز على سن ورمح، معقول خلي مرتي حبيبتي تنزل على العقارات والمكاتب وتتبازر مع التجار؟ زويك انت شو عملت؟ دفعت رابو وعطيت كلمه وصاحب العقار معدل وابن حلال ما رد انك تنزلي وتتشنططي. سجلنا العقار على صورة هويتك وبكرة راح انزل وكمل باقي المبلغ. شلوني معك؟ راح ساوي لك كاس طيب، غيري ثيابك. امتى الزمان يسمح لي انا إذا طلع ترابي بيضة معناتها في شيء تحت؟ ترابي بيضة؟ رابي روك يلا زاوية